السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم حل مشكلة الماوس لا تشتغل، فحين محاولتك لتوصيلها بهذا الحاسوب على سبيل المثال تقوم بإدخالها في هذا البورت لا تشتغل معك ولا يظهر هنا أي لون، ولا يعني الليزر الخاص بالماوس لا يشتغل، وربما يشتغل أيضا ولكن الماوس لا يتحرك. قمت بتوصيلها بأحد المنافذ اليو اس بي الأخرى واشتغلت، قمت بتوصيلها على سبيل المثال من هذا المنفذ هكذا واشتغلت معك بكل سهولة، مثل ما في حالتي أنا لم يشتغل هذا المنفذ واشتغل هذا فقط، أيضا في واحد من الخلف لم يشتغل، فاضطررت إلى جعل هكذا الماوس هكذا خيطها قصير، فاضطررت إلى استعمال هكذا والخيط قصيرة ويعني إلى غير مريحة، ولكن استطعت إصلاح هذا المنفذ. يعني المشكلة بسيطة جدا، يعني تنجم فقط من بعض الأخطاء في الريجستي في النظام تؤدي بعدم اشتغال الماوس في هذا الحاسوب، فما أوجب عليك فعله هو استعمال برنامج سي كلينر لتنظيف الحاسوب وكذلك الرجستي. تستطيع أيضا استخدام برنامج Advanced System Care Pro أو Free، يعني النسخة المجانية تؤدي بالغرض. تقوم فقط بالضغط على سكان بعد تحديد كل هذه الخيارات بالضغط على Select، تضغط على سكان، وبعد ذلك يمكنك تنظيف هذا الحاسوب وإعادة تشغيله وستشتغل معك الماوس بكل سهولة. الروابط سوف تجدها أسفل الفيديو في الديسكريبشن. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن تكون هذه الحلقة وهذه الطريقة قد نالت إعجابكم، ورجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل لي بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب. زر سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على يمينك، قم بالنقر عليه هنا، يعني أظن هنا قم بالنقر عليه للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية على مدونة العالم الافتراضي. يوجد حلقات خاصة بآي أو إس، أندرويد، لينكس، ويندوز، كذلك الربح من الإنترنت ودروس فوتوشوب كذلك. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.